إنها العاشرة بتوقيت القاهرة، نبدأ معكم أولى حلقات برنامجنا شباب شو للموسم الثالث على التوالي مع نخبة من المذيعين والإعلاميين الشباب، نبدأها بالفقرة الإخبارية وإليكم موجز أهم العناوين تقرأها لكم ندى علاء. مهرجان القاهرة السينمائي يواجه التحديات هذا العام. الأهلي يواجه طلائع الجيش في نهائي كأس مصر اليوم. انطلاق قمة مصر الاقتصادية برعاية مجلس الوزراء. سكودا أوكتافيا 2021 رسميا في مصر. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار دعم السلع التموينية والخبز الذي يعطي 84% من الأسر المصرية، مؤكدا أنه لولا استمرار الدولة في تقديم هذا الدعم لكانت نسبة الفقر زادت بمعدل 10%، كما أشارت نتائج البحث والأنفاق. وتطرق رئيس مجلس الوزراء للمبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، ومن بينها تكافل وكرامة التي تعطي حاليا أكثر من 3.6 مليون أسرة، والتي من المخطط أن تصل لهذا العام إلى أكثر من 4 ملايين أسرة. أما عن الخبر الفني، فزادت تحديات مهرجان القاهرة السينمائي لهذا العام بضربة كوفيد-19 لمهرجانات العالم، حيث أكد محمد حفظي رئيس المهرجان أن كورونا السبب في محدودية الأفلام العربية الجيدة خلال هذا العام، مع تأجيل العديد من الأفلام إلى العام المقبل، حيث شاهد المهرجان دورته 42 والتي افتتحها ولأول مرة الفنان تامر حسني بأغنية له برفقة فرقة استعراضية. وننتقل إلى تفاصيل الخبر الرياضي وتحليله مع صديقي خالد شعبان. صباح الخير عليك يا ندى، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال، متابعي برنامج شباب شو، أهلا بكم. النهاردة في يوم رياضي قوي جدا، في مباراة قوية هتشهد النهاردة وهتجمع بين الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كاس مصر اللي هيلعب وهيقام في استاد القاهرة في 8 مساء. طبعا طلائع الجيش جاي من انتصار قوي جدا على الزمالك، وايضا قدر ان هو يعمل ويحقق مفاجاه قويه ان طلع بيراميدز في مباراه دور الثمانيه، وقدر بشق الانفس ان هو يفوز على الزمالك ويوصل للنهائي قصاد الاهلي. اما عن الاهلي فهو قادم من انتعاش وانتصار قصاد الاتحاد السكندري طبعا في المباراه السابقه. مش عايز افكركم وافكر حضراتكم ان كان في مباراه القمه الافريقيه في نهائي دوري ابطال افريقيا نهائي القرن اللي لعب الاسبوع السابق، وطبعا النادي الاهلي قدر ان هو يفوز على نادي الزمالك، فبالتالي الاهلي قادم من انتصار وانتعاش قوي جدا. عايز افكر حضراتكم بنقطه بسيطه جدا، الاهلي والزمالك لما قابلوا بعض في نهائي دوري الابطال الاثنين قدروا ان هم يعدوا الصعاب، والاثنين قدروا ان هم يوصلوا في نهائي قوي، نهائي صعب، الكل اجمع على انه كان من افضل النهائيات اللي لعبت في دوري ابطال افريقيا. من حق الاثنين ان اي جمهور يفتخر بفريقه، الاثنين عملوا كل اللي عليهم والزياده. نقطه اخيره ونقطه بسيطه في الفقره ديت عشان ننهيها مع حضراتكم، نبذ التعصب، يا ريت كل فريق وكل فريق يحترم جمهوره وكل جمهور يحترم فريقه، لان طبعا التعصب في الفتره الاخيره زاد بشق الانفس. كل الحكايه رياضه بتجمع وتالف، عمرها ما كانت بتفرق بين اي فريق او اي شعب. في النهايه تكون الفقره الرياضيه انتهت معانا، وننتقل للجانب الاقتصادي مع زميلتي سندي اللي هتكون معانا. اتفضلي يا سندي. قمه مصر الاقتصاديه Economic Summit 2020 وده اسمه بالانجليزي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يوم 2/12 بدأت القمة الاقتصادية بالكلمة الافتتاحية بتاعتها مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. القمة كل تركيزها على الفرص الاقتصادية في مصر في بعد أزمة كورونا،
وفيها عدد من القطاعات مثل الاستثمار، فيها ثلاث جلسات متخصصة زي تركيزها على دور البنوك والاستثمار، نقاش دور القطاع العقاري اللي أثبت فعلا إن هو كان قوي وثابت طول فترة أزمة الكورونا، استعداد عقبات إن الناس تقدر إن هي تعدي عقبات أزمة كورونا، ومن أهم أساسيات الخبر إن هو بيتكلم عن إن لولا الدورة الثانية دي ما كانتش الناس فكرت ازاي تقدر ان هي تهتم بالاقتصاد خاصة في وقت الكورونا. ودلوقتي ننتقل لصديقنا وزميلنا محمود مع خبر عن السيارات واحدث صيحاتها. صباح الخير عليك يا سندي، صباح الخير على كل مشاهدينا. النهاردة هنتكلم عن طفرة كبيرة جدا في سوق السيارات المصري، وهي سكودا اوكتافيا. شركة كيان اعلنت ان سكودا اوكتافيا دي نزل بشكل رسمي جدا في مصر بثلاث فئات، الفئة الأولى هي الامبيتيشن، أما الفئة الثانية فهي امبيتيشن بلس، والفئة الثالثة هي A8RS. الفرق بين الفئة الأولى والفئة الثانية حاجات بسيطة جدا، ولكن هما الاثنين في نفس الموتور، موتور 1600 سي سي تربو بقوة 150 حصان. تقريبا نفس الاوبشنز موجودة في الفئة الأولى والفئة الثانية، ولكن زيادة عنها إن الفئة الثانية فيها سنسورز وكاميرا خلفية مش موجودة في الفئة الأولى. سعر الفئة الأولى بتوفر ب 400,000 جنيه مصري، أما الفئة الثانية بتوفر ب 460,000 جنيه مصري. الاثنين بتسارعوا من الصفر للمية في حوالي 9 ثواني. استهلاك الوقود في العربيتين بحوالي 7 لتر كل 100 كيلو متر. طبعا تيجي الفئة الاي اس الار اس في الاودي الاي 8 بشكل مختلف جدا عن الاثنين، لان هي عربية موجودة بموتور 2000 سي سي تربو بقوة حصان 245، تتسارع من الصفر للمية في حوالي 6 ثواني. العربية دي بشكل كبير جدا هتعمل طفرة كبيرة جدا في السوق، لان سعرها 650,000 جنيه. فتقريبا يعني شركة سكودا قدرت انها فعلا بكل فئاتها بكل اشكالها تعمل يعني نجاح او نقلة كبيرة جدا من كل اجيال اللي نزلت قبل كده. فانا شايف طيب ان شركة سكودا بشكل كبير جدا هتعمل نقلة وطفرة في عالم سوق السيارات المصري. فتقريبا كده يعني اي بيت ما فيهوش عربية سكودا ما فيهوش عربية. وبكده تكون خلصت فقرتنا عن العربيات، ونرجع مرة أخرى للزميلة ندى علاء. بشكرك زميلي محمود فاروق، ولكن قبل ما نختم خلينا نقول آخر خبر معانا، وهو عن لجنة لدراسة تغير سلوك القرش بمرسى علم، حيث بدأت اللجنة العلمية التابعة لإدارة المحميات بمحافظة البحر الأحمر والتي كلف بتشكيلها المحافظ اللواء عمرو حنفي عملها لدراسة أسباب تغير سلوك أسماك القرش بمنطقة شعاب الفينستون بمرسى علم للوقوف على أسباب التغييرات البيئية بها بعد تعرض سيدة ألمانية الجنسية بهجوم سمك القرش. طبعا بشكر محمود فاروق وبشكر زملائي في الاستوديو سندي وخالد شعبان، وبالطبع لا ننسى الإدارة بتاعة البرنامج أستاذة دولي بسيوني، وشكر خاص لمؤسس ومنتج البرنامج، وشكرا شركة يلا ميديا للدعاية والإعلان. انتهت الفقرة الإخبارية، ولكن لم تنتهي حلقة شباب شو بعد، انتظرونا للمزيد من المتابعة بعد الفاصل. بنجدد التحية على كل مشاهدين شباب شو، وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة انطلاقة الموسم الثالث، ان شاء الله انطلاقة قوية، وان شاء الله يعني هتعجبكم جدا جدا. بيقولوا ان خير الكلام ما قل ودل، ولكن مش لما بنيجي ناحية الاطفال، لما الطفل بيتأخر في الكلام بنتأكد ان في مشكلة. النهاردة هنناقش مشاكل تأخر الكلام عند الطفل وأسبابها وعلاجها وكل ما يخص تأخر الكلام عند الطفل مع الأخصائية الجميلة ضيفتنا دكتورة منى محمود. منورة يا دكتور. ومعايا ضيفتي وزميلتي اللي هتقدم معانا الحلقة النهاردة إيمان. ازيك يا إيمان؟ صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل والياسمين على مشاهدينا الأعزاء. النهاردة رجعنا لكم موسم جديد من شباب شو، ان شاء الله الموسم الثالث يكون قوي ويعجبكم جدا، وهتكون في فقرات جديدة مختلفة. النهاردة بيشرفنا في الاستوديو دكتورة منى محمود. أهلا وسهلا بيكي. دكتورة محمود أخصائية تخاطب، أخصائية تخاطب دبلومة مهنية من جامعة عين شمس، وماجستير تربية خاصة. أهلا وسهلا بيكي يا دكتور. والنهاردة شروتها تتكلم على نبدأ كده بأول سؤال معانا،
ازاي يا دكتور يعني نحدد ان الطفل بدأ يبقى عنده مشكلة؟ يعني تحديدا من سن كام نبدأ نقول لا ده هنا كده في مشكلة في التخاطب او في مشكلة في الكلام؟ الطبيعي من سن سنة او سنة ونص الحصيلة اللغوية بتاعت الطفل بتبتدي من سن سنة، بيبقى يقول كلمة كلمتين بس. في حاجة ان انا لو الاستقبالي بتاع الطفل من وهو عنده 6 شهور مش طبيعي، يعني مثلا اكلمه ما يردش عليا، اندهله ما ينتبهش، يبقى في صوت جرس ما ينتبهش لي، ساعتها انا بتأكد ان الطفل ده هيبقى عنده مشكلة في الكلام، لان هو اصلا الاستقبالي بتاعه مش كويس. لكن الطبيعي لو الطفل طبيعي سنة سنة ونص بنبتدي الحصيلة بتاعته، بنشوف على سن سنة بيبقى كلمة كلمتين، سنتين كلمتين أو 3 كلمات، 3 سنين بتزيد الحصيلة. لو الحصيلة دي لقيناها قليلة، ما بيعرفش يركب جملة على بعض، ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض، ما بيعرفش يركب حوار، يبقى فيه مشكلة ولازم نلجأ لأخصائي. طيب احنا يعني من كلام حضرتك دلوقتي ان الطفل لما بيتاخر في الكلام في اسباب كتير ممكن أكيد. تكون سبب التاخر في الكلام طبعا. يا ترى احنا دلوقتي طبعا كلنا الاطفال يعني بيدوم عشان يسكتوا ومش عارفه ايه وقت الاكل مثلا وقت الاكل او وقت عشان ما يعيطوش كتير فالموضوع ده بيبقى بالنسبه لهم ده اكبر غلط اكبر غلط بيحصل، ان انا عشان الهي الطفل بتاعي اديله التاب او الموبايل وخد والتلفزيون قنوات الكرتون اقعد بقى تلهي فيه عشان انا اشوف اللي ورايا. دي مأساة بكل المقاييس. خلص الطبخ يعني انا ممكن انمي مهاراته واديله لعبه، اديله بازل، اديله اي حاجه يشتغل فيها بدل الموبايل، لان الطفل بيبقى عامل نفسه عالم افتراضي بيدخل جواه. خلاص هو مش عايز يتعامل مع اي حد، عايز يبقى الموبايل والتابلت وخلاص. فده طبعا بيأثر على كلامه، بيأثر على الاجتماعيات مع الناس، ما بيبقاش عايز يتعامل مع حد. ده ممكن يكون سبب مثلا التوحد طبعا ده سبب اساسي للتوحد، او تأخر الكلام، التهتهه سبب اساسي للتوحد. التابلت والموبايل والكرتون سبب اساسي، لان الطفل بيعمل لنفسه حاله انعزال عن العالم الخارجي، عايز يفضل قاعد مع الموبايل او مع الكرتون وخلاص، انا مش عايز حاجه تاني. فطبعا ده بيؤدي للاوتيزم، طبعا بتبقى طيف قليل شويه بس طبعا بيأثر على كلامه، بيأثر على تفاعله مع المجتمع. يعني هو بس التوحد مش بيكون بسبب في اطفال بتتولد بالتوحد عضوي بالظبط كده، في اطفال بتتولد دي ولحد أو النهارده حاجة في الجينز. لحد النهارده مفيش سبب اساسي لان الطفل يبقى مولود عنده توحد بالظبط. لكن انا ممكن طفلي يكتسب الكلام عادي طبيعي جدا على سن سنتين 3 سنين، يبتدي الكلام بتاعه يقل. ليه؟ عشان هو خلاص بقى قاعد قدام الموبايل والتابلت، فخلاص عمل لنفسه عالم افتراضي مع نفسه، انا مش عايز اتكلم مع حد. طب ازاي ان احنا نقدر نعالج التوحد يعني؟ بصي، هو التوحد ملوش علاج، بس ليه ان انا اخف من سلوكياته. اعدل سلوكه، اخليه يبقى مع المجتمع، يتعامل مع الاقربين حواليه، ما يبقاش طول الوقت منطوي وقاعد مع الموبايل والتابلت والكرتون. طيب يا دكتور، في ناس بتعتقد ان دايما مشاكل الكلام بيبقى ليها علاقه كمان مع مشاكل بالسمع. طبعًا. هل دي فعلا حاجه صح ولا انا بقول لك الطفل لما بيبقى عنده 6 شهور ولاقيه مش بيلتفت لاي صوت حواليه، اصلا حاسه السمع بتبقى موجوده عند الطفل من هو في بطن امه. فلما الطفل يتولد طبعا انا لو زعقتي جنب طفل لسه مولود هيتفزع هيتخض. لما الاقي ده مش بيحصل، لما الاقي انا مثلا بقى في حال المناغاه بلاقي الطفل لا يبقى في حاجه، بنروح نعمل له كشف سمع، ده اول حاجه بتتعمل، يعني 1 2 3 تاخر كلام. يعني دي اصلا في تاخر اول الكلام؟ حاجه لازم اروح اكشف سمع عنده على طول. اشوف السمع عنده، لان لو عنده مشكله في القوقعه بيتعمل له عمليه زراعه قوقعه، وبنبتدي بقى خطوه خطوه نمشي معاه. يعني ما تبداش هي مثلا تتعامل معاه مثلا في البيت تقول لا انا مثلا هقعد اتكلم لازم معاه، لازم ناخدها خطوه خطوه، نروح الاول نكشف على السمع بتاعه. ممكن ما يبقاش عنده، يعني يبقى ضعف بسيط بس مأثر على كلامه، لان هو مش بيلقط كل الكلام اللي حواليه. فاول حاجه بنبتديها ان احنا نروح نقيس، نعمل مقياس سمعي ليه الاول، وبعد كده نبتدي الخطوات بتاعه علاجنا، يعني على اساس اللي هيطلع من المقياس. طيب في دلوقتي طبعا بما ان حضرتك اخصائيه في التربيه وكده، فاحنا عايزين نعرف في اخطاء كتير طبعا الامهات الصغيرين بيعملوها مع اولادهم. مثلا ان هم بيدلعوهم زياده، بيدوهم الحاجات اللي هم عايزينها على طول، او يعنفوهم زيادة. او يتفرجوا على حاجات مثلا ليها محتوى عنيف، فبيأثر ده على شخصيتهم جدا. أكيد. فعايزين نعرف ازاي نقدر يعني نربي اطفالنا بطريقه تكون، يعني نربيهم زي ما كلنا اتربينا. لا ما هو في دلوقتي بقى سوشيال ميديا، يعني اساليب التربيه الحديثه، يعني بس لازم يبقى في بالانس. انا لا اعنف قوي ولا ادلع قوي، يعني مثلا انا طفل يجي انا عايز ده، لا مش هتاخده، فيقعد يعيط، سيبيه يعيط، هيخلص عياط، مش هيموت من العياط، سيبيه يعيط ويخلص عياطه خالص، وبعدين هو لوحده هيزهق. لكن انت اول ما تعيط لا خد خلاص انا ما
عشان تريحي دماغك، لا كده هو هيتعود على كده وهيبقى وسيله ضغط منه على الام ان انا كل ما عاوز حاجه هقعد اعيط لك وادبدب لك في الارض لحد ما تديني اللي انا عايزه. لا يبقى في بالانس كده ما بين العاطفه وما بين العنف، وبعدين ما يبقاش عنف يعني الطفل اللي بيتعرض لعنف على فكره من اسباب تاخر الكلام ان انا بعنف الطفل زياده او مثلا بهينه قدام حد كبير، بهينه قدام ناس، طبعا ده بيخليه يبقى منطوي ومش عايز يبقى اجتماعي وبيأثر على كلامه. بس بيقولوا كمان ان العند يعني هو طبعا بيكون عيب في الاطفال، بس في نفس الوقت بيديله مثابره كده وان هو لو عنده هدف عايز يوصل له، يعني ازاي ان احنا نقدر نسيطر يعني. ما هو العند ما يبقاش في الغلط يعني اعند في حاجه صح، لكن الغلط لا اعند خليني بقى نديله حافز يعني. يعني لا لو عند حاجه صح تمام انا حفزك لان انت تعمل ده وتمشي في الطريق ده، مثلا امرنه لعبه كويسه هو بيحبها، لكن انا عند عشان انا عايز اللعبه دي ومامي مش عايزه تدهيني فانا هكسر لك الدنيا، لا اكسرها سيبها تتكسر. شكرا يا دكتور، حضرتك نورتينا النهارده. مع الاسف وقت حلقتنا خلص، يا رب تكون الفقره عجبتكم، فقره قصيره بس يعني فيها بجد معلومات حضرتك افدتينا جدا جدا. استنونا ان شاء الله في انطلاقه جديده باذن الله يا رب في برنامج جمالك انتي، ده من تقديم ان شاء الله وزميلتي ايمان هيبقى ليها برنامج برنامج بنت مصر من تقديم ايمان ممدوح، وان شاء الله يعني يعجبكم الموسم الجديد باذن الله. استنونا وما تروحوش في اي حته مع فقراتنا اللي جايه، استنونا.